تشاهدون الآن فدك بلس من طابق الشهيد يحيى بن أم الطويل في أرض فدك الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. حلقة اليوم من فدك بلس بعنوان حي على خير العمل، بدعة أم سنة؟ فقد وجدنا في مصادر أهل الخلاف أن هذه الصيغة في الآذان قد رويت عندهم وقد صححها علماؤهم أو صححها علماؤهم، تارة عن التابعين وأحيانا عن الصحابة وغيرها. فمثلا ورد في كتاب ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار في الجزء الأول صفحة 244، يقول: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: كان ابن عمر زاد في آذانه حي على خير العمل. وكذلك أورد البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة في المجلد الأول الصفحة 424 بسنده، يقول: حدثنا مالك بن أنس عن نافع قال: كان ابن عمر يكبر في النداء ثلاثا ويشهد ثلاثا ويتشهد. هنا مكتوبة ويشهد، نعم، ويتشهد ثلاثا، هو نعم. وكان أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال حي على أثرها، حي على خير العمل. ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: ربما زاد في آذانه حي على خير العمل. أورد البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة في الجزء الأول في صفحة كذلك 424 تقريبا نفس الحديث، يقول عن نافع قال: كان ابن عمر لا يؤذن في سفره ويقول حي على الفلاح، وأحيانا يقول حي على خير العمل. ورواه محمد بن سيرين عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك في آذانه، وكذلك رواه نسير بن ذي العوق عن ابن عمرو أو عن ابن عمرو قال في السفر، وروي ذلك عن ابن يمامة. أورد كذلك البيهقي في السنن الكبرى نفس الصفحة 424، يقول: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه، الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه، عن أبيه أن علي بن الحسين كان يقول في آذانه إذا قال حي على الفلاح قال حي على خير العمل، ويقول هو الآذان الأول. أورد الصنعاني كذلك في كتابه المصنف كتاب الصلاة باب بدء الآذان في الجزء الأول في الصفحة 424 عن عبد الرزاق عن ابن جرير عن نافع عن ابن عمر قال: ابن عمر هنا يقول أنه كان يقيم في الصلاة في السفر يقولها مرتين أو ثلاثة، يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. وكذلك أورد ابن حزم في كتابه المحلى بالآثار الجزء الثاني صفحة 124، هنا يقول ابن حزم بعد أن يصل إلى محل الشاهد، يقول: وقد صح عن ابن عمر وأبي إمامه أو أمامه بن سهل بن حنيف أنهم كانوا يقولون في آذانهم حي على خير العمل، ثم يقول: ولا نقول به لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا حجة في أحد دونه، إلى آخر كلامه. ونفس ابن حزم أورد في كتاب الأحكام في الأصول أو الأحكام في أصول الأحكام في الجزء الرابع صفحة 212، يقول: وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن عمر أنه كان إذا قال في الآذان حي على الفلاح قال حي على خير العمل. أورد كذلك الزعلي في كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية رقم الصفحة 291 في الجزء الأول طبعا، يقول: حدثنا مالك بن أنس عن نافع
قال كان ابن عمر أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال على أثرها حي على خير العمل. ثم أخرجه عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر نحوه قال ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر ربما زاد في أذانه حي على خير العمل. هنا الروايات جلية وتصرح أن ابن عمر لعنة الله عليه كان يقول في أذانه في الأذان حي على خير العمل. فما هو حكم من يقول في الأذان حي على خير العمل؟ تجدونه في الموقع الرسمي، هذه الفتوى موجودة في الموقع الرسمي لابن باز. السؤال ما حكم أو ما هو حكم الإسلام في زيادة حي على خير العمل في الأذان؟ وهل ثبتت عن الرسول صلى الله عليه هو يقول وسلم؟ وما حكم الصلاة في المساجد التي يؤذن بها بحي على خير العمل؟ وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله أذن بها في إحدى الغزوات؟ الرجاء إيضاح ذلك بشكل واسع لأنها منتشرة في بلدنا بشكل كبير ويدعون أنه لا شيء فيها. أجاب ابن باز أحد كبار علماءكم قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان صفة الآذان، وقد علمه بلالا وعلمه أبا محذورة، والأحاديث في ذلك ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وليس فيها حي على خير العمل، وليس فيها أشهد أن عليا ولي الله، بل هاتان الجملتان من البدع المحدثة في الآذان بعد النبي صلى الله عليه وآله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في الصحيح. وأخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة. هنا كذلك في نفس الموقع ابن باز سؤال آخر يوجه له، يقول السائل أسمع كثيرا من المؤذنين في بعض إذاعات الدول الإسلامية يؤذنون آذانا مختلفا كالآتي: في بداية الآذان يكبر تكبيرتين فقط، بعد قوله حي على الصلاة يقول حي على خير العمل مرتين، فما حكم هذا الآذان؟ وهل ثبت عن أحد من الصحابة هو يقول رضي الله عنهم؟ الجواب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فقد ثبتت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الآذان 4 تكبيرات في أوله، ولم يثبت عنه أنه قال فيه حي على خير العمل، ولم يقل أو هو يقول لم يقل هذا بلال ولا عبد الله بن مكتوم بن أم مكتوم ولا محذورة ولا غيره من مؤذنيه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مروي عن علي بن الحسين ويرويه بعضهم عن عبد الله بن عمر، ولكنه ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن مؤذنيه. ولهذا فالصواب في هذا أنه بدعة لا يجوز فعله، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما الثابت أن يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. هنا ابن باز لعنة الله عليه يقول أن قول حي على خير العمل في الآذان بدعة وغيره من فتاوى. فنتوجه بالسؤال إلى البكرية، صح الصحيح بالحديث الصحيح أن ابن عمر كان يقول في الآذان حي على خير العمل، فهل ابن عمر مبتدع أم حي على خير العمل سنة؟ عليكم أن تجيبوا على هذا الإشكال.
لا يسعكم أن تضعفوا الآثار والروايات التي أوردناها لأنها صحيحة. مثلا ابن حزم يقول بعد أن يورد الرواية أن ابن عمر كان يؤذن في حي على خير العمل، قال فهو عنه ثابت بأصح الأسناد. ابن حزم يقول فعليكم أن تجيبوا إما ابن عمر مبتدع وإما حي على خير العمل سنة. نفتح باب الاتصالات وننتظر جوابكم. وبالمناسبة فقد روي عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه أكثر من رواية أنه كان يؤذن بحي على خير العمل، ونحن نعلم كما هو متواتر أن النبي صلى الله عليه وآله أرجعنا إلى الكتاب والعترة، فمن الأأمن ومن الأسلم لنا أن نتبع الكتاب والعترة. فماذا قالت العترة؟ رواية أخرى مثلا أكثر من رواية يرويها ابن أبي شيبة في كتابه المصنف الأحاديث والآثار الجزء الأول صفحة 244 يقول حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن سليمان عن جعفر عن أبيه صلوات الله على إمامنا الصادق ومسلم بن أبي مريم أن علي بن حسين صلوات الله عليهما كان يؤذن فإذا بلغ حي على الفلاح قال حي على خير العمل وهو يقول هذا الآذان الأول. وغيرها من روايات عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه كان يؤذن بحي على خير العمل. فالآن أنكم تدعون أنكم أهل البيت أو تتبعون أهل البيت صلوات الله عليه، فعليكم أن تتبعوا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه وأن تؤذنوا بحي على خير العمل. الإشكال الأول إما ابن عمر مبتدع كما يقول ابن باز، حتى ابن باز نفسه لما يقول عنها بدعة يقول وقد ورد عن علي بن الحسين صلوات الله عليهم وعن ابن عمر أنهما كان يؤذنان في هذا الأذان، ولكنه يقول لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب هل ابن عمر مبتدع؟ ننتظر منكم هذا الجواب الأول. الإشكال الثاني الذي نطرحه عليكم، لماذا لا تتبعوا أهل البيت صلوات الله عليهم وقد أوردتم أنتم في كتبكم وفي روايتكم المعتبرة أن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه كان يؤذن بحي على خير العمل. فلقلقة اللسان هذه بأنكم تحبون أهل البيت صلوات الله عليهم ما هي إلا خديعة وكذبة كذبتموها على أنفسكم. أبدا لا تحبون أهل البيت، وإلا من يحب أهل البيت صلوات الله عليهم يتبع ما كانوا عليه، فهذا هو إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه يؤذن بالآذان الصحيح. كذلك وردت رواية عن بلال الحبشي رضوان الله تعالى عليه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله، أوردها المتقي الهندي في كتابه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المجلد الثامن الصفحة 342. يقول عن بلال كان بلال يؤذن بالصبح فيقول حي على خير العمل، الرواية رقم 23174. إذن ثبت هنا أن بلال كذلك كان يؤذن بحي على خير العمل. فابن عمر حينما يؤذن بحي على خير العمل والإمام زين العابدين صلوات الله عليه حينما يؤذن بحي على خير العمل لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لا شأن لنا اليوم بهذه الجزئية تحديدا. المهم أنكم نريدكم أن تقروا وأن تعترفوا إما حي على خير العمل سنة وقد فعلها ابن عمر والإمام زين العابدين صلوات الله عليه، وإما أنها بدعة وابن عمر مبتدع والعياذ بالله والإمام زين العابدين نعوذ بالله أنه مبتدع، وبالتالي يتبين إن قلتم بهذا القول جليا أنكم ناصبة تنصبون الأعداء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أحسنتم علي، بارك الله فيكم. طبعا زيادة على ما ذكرتموه أن فصل الحي على خير العمل كان موجود في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وإلا لما وجدنا أصحابه يؤذنون بهذا الأذان كبلال الحبشي وكابن عمر. عبد الله بن عمر كان يؤذن ويضيف هذا الفصل بعد حي على الفلاح. كان هذا الأمر متعارفا إلى أن أتى حكم عمر بن الخطاب، وهو الذي حذف هذا الفصل، وهذا الذي يرويه أهل الخلاف
أنفسهم في مصادرهم وفي صحاحهم وفي مسانيدهم كهذه الرواية الموجودة في السيرة الحلبية وفي الإيضاح وفي مبادئ الفقه الإسلامي للعرفي. يقول: سأل عكرمة ابن عباس: أخبرني لأي شيء حذف أو حذف من أو لأي شيء حذف من الأذان حي على خير العمل، لأي شيء حذف من الأذان حي على خير العمل. قال ابن عباس: أراد عمر أن لا يتكل الناس على الصلاة ويدع الجهاد، فلذلك حذفها من الأذان. إذن كان هذا الفصل موجود في الأذان، إلا أن عمر بن الخطاب اجتهد ورأى أن هذا الأمر قد يتكل الناس على الصلاة، يعني أنهم يصلون ويدعون الجهاد ولا يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون ويفتحون البلدان كما هو يزعم عمر بن الخطاب. هنا السؤال، يعني هل عمر بن الخطاب بصر بما لم يبصر به الله سبحانه وتعالى ولم يبصر به رسوله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله؟ إنه أراد حذف هذا لأسباب أخرى الآن لا يعنينا ما هي أسباب هذا الحذف، ولكن تعلل وقال أراد أن لا يتكل الناس على الصلاة ويدع الجهاد. والسؤال، حينما كانت هذه هذا الفصل موجود في الأذان حين وجود الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وقبل استشهاده، هل الناس تركوا الجهاد؟ هل تركوا المحاربة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله واتكلوا على الصلاة فقط؟ هذا سؤال يفترض أن الكل يعرف أن المسلمون أو المسلمون عفوا كانوا يحاربون ويجاهدون في غزوات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ومعاركه، وهذا معروف بالضرورة ولا يحتاج إلى تفصيل. إذن عمر بن الخطاب هو الذي حذف هذا الفصل، بل هنالك رواية أخرى يرويها الطبري في المستبين أن عمر بن الخطاب يعترف بنفسه أنه هو الذي حرم هذا الأمر في الأذان أو هذا الفصل في الأذان. هذه الرواية يقول عن عمر أنه قال: ثلاث كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا محرمهن ومعاقب عليهن: متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل. إذن عمر اجتهد قبال النص، اجتهد قبال رسول الله صلى الله عليه أو اجتهاد قبال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. من أعطاك هذا الأمر يا عمر بن الخطاب لكي تجتهد، لكي تحرم هذه الأمور، لكي تحرم ما أحله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله؟ ونحن نعرف أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. من أعطى الحق لعمر بن الخطاب؟ والمعلوم أيضا أن الأذان أذان توقيفي، بمعنى لا يجوز لأحد أن يضيف ولا أن يحذف منه شيء، فكيف لعمر بن الخطاب أن يجتهد هذا الاجتهاد ويحذف هذا؟ ومع ذلك ابنه عبد الله قد خالفه في ذلك، وكان يقرأ كما أوردها علي عند الرواية أن ابنه خالفه في ذلك، فكان ابن عمر تقول الرواية: أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال على إثرها حي على خير العمل. وأيضا ينقلها مالك بن أنس في موطئه بسند صحيح عن مالك: أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر في النداء ثلاثا ويتشهد ثلاثا، وكان أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال على إثرها حي على خير العمل. فإذا هو عمر بن الخطاب هو الذي حذف هذا الفصل، وهو الذي ابتدع هذه البدعة. معنا اتصال. نعم، الأخ أحمد من الجزائر، السلام عليكم.
تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اسمعنا من الهاتف فقط، بارك الله فيك. وشك أبو السلطان يا الله. الله يبارك فيكم. الله حياكم الله. تفضل يا أحمد اسمعنا فقط، رجاء اسمعنا فقط من الهاتف ولا واخفض على صوت التلفزيون، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. نعم تفضل يا أحمد. تفضل يا أخواني بالكنترول، رجاء اخذوا أحمد وأبلغوا أن فقط يا أخواني، رجاء المتصلين جميعا اسمعونا فقط من الهاتف، التلفزيون هنالك تأخير صوتي مدته 30 ثانية، فرجاء فقط من الهاتف، والأخوة بالكنترول قد أبلغوكم بهذه، كل مرة المتصلين يبلغوكم بهذا الأمر، فقط اسمعونا من الهاتف رجاء. الأخت رقية من البحر الأحمر تفضلي. عليكم ورحمة الله وبركاته، الصوت واضح يا أخي؟ نعم تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. لم يستع النبي صلى الله عليه وسلم مقولة الحي على خير العمل، وبالنسبة لما أخرجه الطبراني والبوهقي عن بلال أنه كان يؤذن فيقول الحي على خير العمل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل أذانها الصلاة خير من النوم، وترك حي على خير العمل. وفيه إسناد عبد الرحمن بن عمار بن سعد، وهو ضعيف، يعني حديث المسند تعلو عبد الرحمن بن عمار بن سعد ضعيف. زين. قدم حديث تدلوي. طيب يا أخت رقية. نعم. طيب يا أخت رقية، قلت أن هذا النحي على خير العمل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف تردين على الرواية التي يرويها الطبري في المستبين وقد قرأتها قبل قليل عن عمر قال أنه قال ثلاث كن على عهد رسول الله أنا محرمهن ومعاقب عليهن، متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل، وماذا تقولين في ابن عمر عبد الله الذي كان يقول بعد حي على الفلاح يقول على إثرها حي على خير العمل؟ تفضلي. بس أحدث عندكم، عندنا نحن عندنا لم يثبت. ماذا تقولين في هذه الروايات التي تدل صراحة على أن هذا الفصل كان موجود في الأذان؟ بعد سيد عمر لم يكن موجود، فقد لغى سيدنا عمر لأن الناس كانت تتغلب عن عمر بن الخطاب. يا رقية اسمعي الكلام جيدا، يا رقية عمر بن الخطاب قال ثلاث كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا محرمهن، متعة الحج، متعة النساء، وحي على خير العمل، ماذا تقولين؟ سيدنا عمر حرمها بس عشان خاطر الناس كانت بتنشغل به. يعني كانت موجودة على عهد رسول الله صحيح؟ لم يثبت. كيف لم يثبت؟ الآن عمر يقول كانت على عهد رسول الله وأنا حرمه، كيف لم يثبت؟ الآن يعني رجاء بشيء من العقلانية، عمر يقول ثلاث كنا على عهد رسول الله يحرمهن منها حي على خير العمل، فكيف لم يثبت أنها على عهد رسول الله؟ طيب أنا إمام النووي، قال الإمام النووي الآن الآن لا علينا لا علينا من لا علينا من يا رقية لا علينا من كلام النووي، علينا من كلام عمر بن الخطاب الذي نقله مالك بن أنس في موطئه، يقول الذي قلنا، ماذا تقولين في ذلك؟ أنا قلت إن سيدنا عمر لما حرم هو قول حي على خير العمل لأن الناس كانت تتم الصلاة وتجتهد. نعم، يعني كان كما قال ابن عباس خاف عمر أن يتكل الناس على الصلاة ويتركوا الجهاد، صحيح؟ نعم. نعم، فهل
فهل هذا يعني أن الناس حين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله غفلوا عن هذا الأمر وتركوا الجهاد، أو أن والعياذ بالله رسول الله صلى الله عليه وآله غفل عن هذا الأمر ولم يبصر به وبصر به عمر بن الخطاب؟ هل هذا مقبول يا رقية؟ يعني في بعض الناس انشغل بالصلاة كانت الصلاة من الجهاد فانشغلوا بالجهاد. رقية هذا التمحلات والهروب ما له داعي دوم. عمر هذا لما يحرم ويحلل هاي مو شريعة أبوه، ماشي، هذا شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء بها مرسلة من الله تعالى، مو بكيف يحلل ويحرم. اسمعي، مو بكيف يحلل ويحرم ليمت ما أجي. أريد منك جواب صريح بدون تهرب. ابن عمر كان يقول حي على خير العمل في الصلاة، كما يقول مثلا البيهقي، أو عفوا يقول مثلا ابن حزم، ماذا يقول؟ يقول وقد صحب عن ابن عمر وأبي إمامة بن سهيل بن حنيف أنهم كانوا يقولون في آذانهم حي على خير عمل، إلى أن يقول فهو عنه ثابت بأصح الأسناد. فهنا لا يسعك أن تضعفي أن ابن عمر لم يكن يقول حي على خير العمل، ثابت بأصح الأسناد كما يقول علماؤكم أن ابن عمر كان يقول حي على خير العمل. فهل ابن عمر مبتدع لأنه ابتدع شيئا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا؟ تفضل جاوبي. الأذان الصحيح في أحد ذكرت الأذان الصحيح والذكر فيها مقولة حي على خير العمل. أحسنتي. طيب. صحيح عندنا. طيب لم يذكر فيها حي على خير العمل، فهل ابن عمر مبتدع؟ هل ابن عمر مبتدع؟ عندكم أحاديث لم يذكر فيها حي على خير العمل، حي على خير العمل. طيب سلمت. هل ابن عمر مبتدع؟ لأنه جاء بشيء لم يوجد في الأذان. ماذا تقولين؟ ذكر فيها حديث عندنا. الحديث اللي قلت عليه أني فيها ابن عمر دي حديث ضعيف. كيف ضعيفة؟ سبحان الله، هكذا هذا اعتوار يا أختي. رقية اسمعي، ماذا يقول؟ يقول ابن حزم، يقول وهذا عنه ثابت بأصح الأسناد. أصح الأسناد وأكثر من مصدر، حوالي أكثر من 10 مصادر نقلنا لكم. كلمة هكذا على اللسان ضعيف هكذا يا رقية؟ ما هكذا ترد الإبل؟ ما هكذا ترد الشبهات؟ ما هكذا ما تقدرين تنجحين بالدفاع عن دينك هذا اللي مهترئ بهاي الطريقة. ابن عمر ثابت بأصح الأسناد عنه أنه كان يقول حي على خير العمل. ابن باز نفسه، اسمع ابن باز شنو يقول. ابن باز يقول بعدما يقول هذه بدعة، اسمعي، يقول اسمعي ابن باز بعدما يقول أن هذه بدعة ماذا يقول؟ يقول وإنما هو مروي عن علي بن الحسين ويرويه بعضهم عن ابن عمر، ولكنه ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن مؤذنيه. إذن ابن باز يعترف هنا أنه ثابت عن ابن عمر وعن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، ولكنه ينفي أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فهل ابن عمر هنا مبتدع لأنه أضاف جزئية للأذان لم تكن فيه؟ شكرا إلى الأخت رقية، بارك الله فيكم. يعني هذا هو حينما يجدون التناقضات في كتبهم وفي صحاحهم يجدون أما أن يقولوا أن هذا الحديث صحيح وأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب كيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكان ابن عمر يقول بذلك، كان علي بن الحسين يقول بذلك؟ هنالك أنتم عندكم تضارب في فصول الأذان، أنت تعلمين بذلك أم لا؟ أنتم أساسا قصة الأذان بأكملها عندكم مختلقة ومكذوبة، كلها على بعضها كذب في كذب. تخيلوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله احتار والعياذ بالله أنه كيف نجمع الناس إلى الصلاة، ما كان يعرف والعياذ بالله، وهو الذي متصل بالسماء لا يعرف، ويأتي إليه عبد الله بن زيد في حلم، في رؤيا رآها في المنام، وجاء وقال له أنا حلمت بهذا الحلم يا رسول الله، واجعله أذانا لنا للمسلمين. كله كذب وافتراء على رسول الله. تخيلوا أن رسول الله كان يريد أن
يفعل كما يفعل النصارى بدق النواقيس والأجراس ليجمع الناس إلى الصلاة. تخيلوا ذلك، هذا موجود في صحاحكم. هذا تشويه إلى سمعة الرسول الأكرم وإلى ساحته صلى الله عليه وآله. ولذلك تجدون عندكم اضطراب شديد حتى في فصول الأذان، حتى بدون حي على خير العمل. تجدون مرتين يقولون أن فصل الله أكبر، مرة يقول تثنية، مرة بالتربيع، مرة بالتثليث، التشهد مرة بالتثليث ومرة بالتربيع ومرة بالتثنية. تضارب شديد عندكم وأقوال كثيرة لعلها تتجاوز الأربعة أقوال في فصول هذا الأذان. حي على خير العمل كانت موجودة، والشوكاني وهو أحد كبار علمائكم يقول أن هذا الأمر، أن أي القول بحي على خير العمل، ثبت أو قد ذهبت العترة إلى إثباته. العترة من؟ عترة أهل البيت عليهم السلام. فهل والعياذ بالله تقولون أن أهل البيت مبتدعة؟ هل تجرؤون تقولون أن أهل البيت مبتدعة أم لا؟ وأنتم الذين تدعون أنكم أهل السنة وأنكم محبون إلى أهل البيت عليهم السلام، ولكن حينما تأتيكم الروايات عن أهل البيت وعن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم تردونها ولا تعملون بها، فمن هم المحبون إلى أهل البيت ومن هم المتبعون لهم حقا؟ هذا الشوكاني حينما يأتي إلى فصل إلى قصة الأذان المختلقة والمكذوبة الذي يرويها عبد الله بن زيد، رواية طويلة مفصلة ينقلها الشوكاني في كتاب نيل الأوطار بسنده عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضرب بالناقوس بالأجراس، هذا هو معتقدكم في الأذان يا أهل الخلاف يا طائفة البكرية، هذا اعتقادكم برسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: أن لما أجمع رسول الله أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم. هذا عبد الله بن زيد يقول: وأنا نائم طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله. قال: فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى الأذان بأكمله الذي أنتم ترونه. قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة، ويذكر الإقامة. يقول: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نائم. شوف المأساة هنا يا أخوان، شوفوا كيف الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب أو المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. انظروا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعلوه نائما ويصرخ بلال عليه: الصلاة خير من النوم. يعلق الشوكاني يقول بعد أن روى هذه الرواية، يقول: والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل، وقد ذهبت العترة إلى إثباته،
وأنه بعد قول المؤذن حي على الفلاح قالوا يقول مرتين حي على خير العمل. فأهل البيت هم أدرى بما فيه، هم الذين أثبتوا هذا الشيء. وهذه رواية مختلقة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد كذبها الإمام الحسن عليه السلام كما جاء في صحاحكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري في المجلد الثالث الصفحة 171 عن سفيان بن الليل قال: لما كان من الحسن بن علي ما كان قدمت عليه المدينة، قال: فذكر عنده الأذان، فقال بعضنا: إنما كان بدء الأذان برؤيا عبد الله بن زيد، الرواية التي قرأناها عليكم من قبل. فقال له الحسن بن علي: إن شأن الأذان أعظم من ذلك، أذن جبرائيل مثنى وعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا الإمام الحسن بن علي عليهما السلام يكذب هذه الرواية المختلقة عن عبد الله بن زيد، ويرويها الحاكم النيسابوري في مستدركه بسند صحيح. فأنتم يا أهل الخلافة الذين تدعون أنكم متبعون إلى أهل البيت عليهم السلام وأنكم محبون لهم، لماذا لا تعملون بهذه الروايات؟ وإنما هي لقلقة لسان، تقولون ذلك وأنكم أبعد الناس عن أهل البيت عليهم السلام. عندنا اتصال، من معنا؟ محمود من السودان، السلام عليكم. وعليكم السلام يا معلم، شن حالك؟ استغفر الله، حياكم الله، الله يبارك فيكم، تفضلوا. رمضان كريم، شهر رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. صحة وسلام، جزاكم الله خير، تفضلوا أخي محمود. والله يا معلم شنو أقول لك، أنا أول نسألك سؤال قبل أنت أكتب وبعدين جاوبني، ما استطعني. اتفقنا؟ نعم، تفضل. قبل كل شيء، أنت لماذا لم تجيب كتابك أنت أنت عندكم العصمة وعندكم أهل البيت، لماذا لا تورونا للناس تجيبوا كتاب من أهل السنة وتبوا تديروا هذه الأجواء؟ ليش؟ هذا السؤال الأول. السؤال هذا واضح لكل من يعرف أصلا بديهيات الحوار، لا يصح لنا أن نأتي بروايات. أنت مو قلت سألت خلي أجاوبك يا أخي، أنت سألت خلي أجاوبك. لا يصح لنا أن نأتي بروايات من كتبنا ونحتج بها عليكم. لماذا؟ لأنها ليست حجة عليكم، رواياتنا وروايات أمتنا صلوات الله عليهم لا تأخذون بها. نحن نأتي بروايات من كتبكم حتى نلزمكم بها. ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. تفضل يا ما تقطعني، أكتب السؤال. هذا نبي نعرف الشيعة، أنتم عندكم كتاب ولا لا؟ لماذا لا تكلمون في أهل البيت، تكلمون في فاطمة، تكلمون في علي؟ دائما دائما تفتشون عيوب أهل السنة. ليش؟ ليش في هذا السؤال؟ ليش؟ نعم. زين. سؤالك الثاني. السؤال الثاني. نعم. الأذان، أنت لماذا لم تجيب الكتاب ونشوفه في الشاشة؟ ليش أنت تقرأ أنت بس تقرأ، ولماذا لا تظهر في الشاشة؟ نعم. عندك سؤال آخر؟ والسؤال الثالث هذا، أنت لما تلعن، أنا نشوف فيك دائما تلعن في هذا الشهر. والله حرام، حرام عليك تلعن صحابة رسول الله. عندك شيء آخر يا محمود؟ ونقول لكم آخر حاجة، الله يهديكم ويقودكم. جزاك الله خير. شكرا لك يا محمود، والله يهديكم بإذن الله تعالى. بالنسبة إلى السؤال الأول أجابك الأخ علي، وقال لك: نحن نلزمكم بما ألزمتم به أنفسكم. نحن خلال المناظرات نأتي بما في كتبكم ونبينها لكم، ونقول لكم أن هذا الأمر، تعالوا انظروا ما في كتبكم من أكاذيب، من أمور مبتدعة، من أخطاء، من أمور كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، حرمها عمر وابتدى عمر أمورا أخرى، كلها من كتبكم. فلا يصح لنا أن نأتي بكتبنا نحن الشيعة ونستدل بها عليكم، لأنها ليست حجة عليكم، وإنما هي حجة علينا نحن الشيعة. هذا يفترض بك أنت
وكل السادة المشاهدين من أهل الخلاف يفهمون هذا الأمر أنه لا يصح أن نستشهد على الناس الآخرين بما ليس في كتبهم. الله إلا اللهم نحن حينما نريد أن للاستئناس لزيادة المعلومات أن نقول أن نأتي برواية من رواياتنا بحديث من أحاديثنا وما أشبه ذلك. بالنسبة للآخرة يعني إشكال يعني حقيقة إشكال مضحك مع احترامي لك يا أخي محمود، لماذا لا تأتي بالكتب ونضعها لك في الشاشة؟ فهذا ليس بإشكال، هذا بإمكانك أن تأخذ المصادر التي قلناها، بإمكانك أخذ الروايات ألفاظ الروايات وتبحث عنها في الإنترنت، والإنترنت ما شاء الله الآن تكتب في صدر الرواية تظهر لك المصادر بأجمعها، فهذا ليس بإشكال علمي حتى أنت تأتي و تضيع يعني وقتك الثمين بمثل هذا الإشكال. يعني نحن أوردنا لك الروايات بالمصادر، ارجع إليها. لا أظن أحدا الآن لا يستطيع الرجوع إلى المصادر، الآن بكبسة زر تظهر لك المصادر كلها. أما بالنسبة إلى اللعن حرام وأنت ونحن في شهر رمضان، من قال لك أن اللعن حرام مطلقا؟ هل يقول أحد أن اللعن حرام مطلقا؟ إذا كان كذلك فلماذا نحن نقرأ في القرآن اللعن الصريح لإبليس ولأقوام آخرين؟ يعني أنت الآن وأنت في شهر رمضان ألا تقرأ القرآن؟ ألم تقرأ في يعني آية واحدة يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون على سبيل المثال؟ أنت في شهر رمضان لماذا تلعن إبليس؟ لماذا تلعن فرعون؟ ولماذا تلعن أبا لهب؟ ولماذا تلعن هؤلاء كلهم؟ افترض بك أن تنزه نفسك، هل بالله عليك هذا منطق يقال؟ نعم اللعن حرام إذا كان لغير مستحقه، هكذا يجب أن نقول اللعن لمستحقه جائز بل واجب، واللعن لغير مستحقه حرام. هكذا يجب أن يعني أن تفكر وأن يعني تنضج عقلك وتفكيرك يا أخ محمود. ونسأل الله كما سألت لنا الهداية، نسأل الله لك الهداية أيضا، وأن تستمع إلينا وأن تبحث. الباحث عن الحق يجب عليه أن يتجرد عن الهوى. ما وردناه لك الآن عليك أن ترجع إلى الصحاح، ترجع إلى المسانيد، ترجع إلى الكتب وتنظر و تمحص فيها، تقول هل بها ما قاله هؤلاء الرافضة هل ما قالوه صحيح؟ علي أن أبحث أكثر وأكثر حتى أتبين. نحن لماذا نطرح هذه الأمور؟ هل هي لترف فكري لا سمح الله، أم أننا نريد أن نهدي أهل الخلاف، نهدي من هم على خلاف مذهبنا أو على خلاف ديننا؟ نقول لكم أن هذا الأمر قاله رسول الله وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد استشهد وكان على عهده، فكيف يحق إلى عمر بن الخطاب أن يحرم هذا الأمر؟ من أعطاه هذه الولاية؟ من؟ هذا أمر توقيفي. الأذان أذان فصوله فصول توقيفية، بمعنى لا يجوز لأحد أن يضيف فيه ولا أن يحذف منه. جزاك الله خير والله يهديك إن شاء الله. من معنا؟ أبو ممدوح من ميسان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله حبيبنا وحبيب رب العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم أخوتي الأعزاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جوابنا حي على خير العمل، هي سنة يجب العمل بها وتطبيقها للفوز بثواب الدنيا والآخرة، وهي مطبقة في زمن الرسول في الأذان، وسار عليها شيعة محمد وآل محمد إلى يومنا هذا، وقد خسر من أبطلها. أعزائي، نتحدث لكم في حب الإمام علي عليه السلام وأهل بيت المعصومين. يروي سلمان المحمدي رضي الله عنه يقول: كنت أصلي مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد،
فالتفت إلى الإمام علي عليه السلام وقال أين ابن عمي علي عليه السلام؟ فقال الإمام علي عليه السلام نعم أنت بأبي وأمي يا رسول الله. وقال له الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا طلعت الشمس فاخرج سلم عليها. فانتظر الإمام علي عليه السلام في صحن المسجد حتى طلعت الشمس، فقال الإمام علي عليه السلام السلام عليك أيتها الشمس، فقالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمير المؤمنين، يا أول ويا آخر، ويا ظاهر ويا باطن، ويا من هو بكل شيء عليم. فضجت الصحابة وقالت يا رسول الله أنت بالأمس تقول لنا إن الله واحد لا شريك له، والآن نسمع الشمس تقول هكذا. فقال لهم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أستغفر الله ربي وأتوب إليه، إن الله واحد لا شريك له. عندما قالت له الشمس يا أول فهو أول من آمن بي وصدقني، وعندما قالت له يا آخر فهو آخر من يكسر الأصنام، وعندما قالت له يا ظاهر فهو ظاهر دين الله بالسيد، وعندما قالت له يا باطن فهو باطن بطينة علمي، وعندما قالت له يا من هو بكل شيء عليم والله ما علمني ربي إلا علمته، ثم قال له يا علي قم افتخر. وقال الإمام علي عليه السلام أنا للحرب إليها وروحي أطليها، نعمة من نعم الله قد خصنيها، وأنا الحامل لواء الحمد يوما أحتويها، ولي الفضل بفاطم وأبيها، ثم فخري برسول الله ازوجنيها، وإذا أنزل ربي آية علمنيها، ولقد زقني العلم لكي صرت فقيها. فهو مدرسة علم وحكمة وشجاعة وكرم وإخلاص لله ورسوله ولدين الإسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أحسنتم أبو ممدوح. عندنا اتصال آخر، الأخ محمد من الرياض. السلام عليكم أبو سلطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دائما صوتكم ضعيف أبو سلطان. الأخوة بالكنترول ارفع صوتك. لا أسمع والله، لا أسمع، بتكلم وبس. يا أبو سلطان ندعو لنا ولكم الهداية. نعم تفضل. ولكن نفس ألو. نسمعك يا محمد، نسمعكم. نفس الكلام اللي قلته الأستاذ عبد الله الخلاف مرة يقوله لك يا أبو سلطان. نعم. والله إذا ما أنزع هذا الخرافة من رؤوسكم، المهدي هذا تسمونه الحجة بن الحسن. نعم. إذا ما أنزع من رؤوسكم هذا الصنم محمد. والله محمد أولاً تأدب. نحن الآن لسنا في صدد ذكر الإمام المهدي عليه السلام، وإنما في خرافة عمر بن الخطاب لعنه الله الذي جاء وابتدع. محمد ابتدع. يا محمد يا محمد، عندك جواب على ما أوردناه أم لا؟ أنا أقول أنتم وعدتون عساس تناقشوا قضية المهدي. ما طيب. عليه أنت إذا تريد نقاش أرجع إلى أنا أختصر عليك الأمر، ارجع إلى سلسلة العبقات المهدوية للشيخ الحبيب في الليالي الرمضانية لسنة 1437، استمع إليها، مدتها 30 حلقة أو أجزاء 30 حلقة، أرجع إليها تستفد، وكلها من كتبكم من صاد. عندك شيء عن هذا اليوم، عن خرافة عمر بن الخطاب لعنه الله، عندك هذا الشيء أم لا؟ اسمح لي. اسمعني أنت، اسمح لي أنا، اسمح لي أنا، عندك شيء أم لا؟ عندك شيء حول ما طرحناه اليوم؟ اسمح لي، انا جيت الحين من صلاه التراويح والله العظيم ما سمعت حتى، لكني ما سمعت. اذا اتصل مره اخرى رجاء يا اخ محمد، ما سمعت الحلقه وما تدري عن شيء وجاي تتهجم على الامام المهدي عليه السلام وبهذه الصلافه وبهذه القذاره، لا تظن انك تريد ان تستفزنا بهذا الامر، انما انت تستفز نفسك. ارجع إلى أقوال علمائك في الإمام المهدي عليه السلام، يقول أن من لا يؤمن بالإمام المهدي عليه السلام فيموت ميتة جاهلية. الآن أنت لا تؤمن به، هذا شأنك، لا تقول أنه لم يولد الآن، هذا شأنك. هنالك من يقول من علمائكم كالرازي على ما في بالي، يقول أنه قد ولد وهو ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام،
هذا الآن نحن لسنا في صدد هذا الأمر، في صدد الإمام المهدي عليه السلام، ونأتي إليك بالأقوال وما شابه ذلك. تعال وناقشنا فيما أوردناه من خرافة عمر بن الخطاب لعنه الله، الذي ابتدع وحذف وزور الأذان، فصول الأذان زورها، حذف حي على خير العمل وأضاف حي على الصلاة خير من النوم، هو الذي ابتدع في الأذان. تعال وناقشنا في هذا إن كنت رجلا، إن كنت عندك الدليل تعال ناقشنا في هذا. أما هذه الأمور البهلوانية لا تظن أننا تظن أن تستفزنا وتريد أن تشتت البحث كما هي عادتكم. نحن الذين سوف نقضي على خرافتكم هذه، خرافة عمر بن الخطاب لعنه الله. علي أنا أعتذر إليك فقط، هذا استفزنا بس. نعم. يا محمد، هذه وأسمح لي أقولها، هذه من سمات الجبان أن تأتي هكذا وتتطاول على إمام زماننا صلوات الله عليه بهذه الألفاظ، ومن ثم تدعي أنك تدافع عن دينك. شنو موضوعنا كان اليوم؟ موضوعنا ابن عمر كان يقول في الصلاة هي على خير العمل، وابن باز يقول هذه بدعة. أنت جاوب على هذا، جاوب على هذا، ما لكم؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ إلى متى؟ إلى متى؟ صحابيكم ابن عمر مبتدع؟ أنتم مو جاي تقولون عنا إحنا هالبدعة؟ وأنتم جاي تهدرون دماءنا على هذا الأساس؟ هذا ابن عمر جاي يقول نفس قولنا بالأذان. يا أخي جاوبوا على هذا الشيء. والأخ من السودان يتصل يقول إشكالات بصراحة لا يم الموضوع ولا قربة. رقية تقول هذه مو من الأذان، حي على خير عمل. طيب مو من الأذان، ابن عمر مبتدئ؟ لا مو مبتدئ، ما يصح، ضعيف. يا أخوان جاوبوا بمنطق، جاوبوا بمنطق. أنتم مقتنعين هذا؟ أنتم مقتنعين أنتم راح تدخلون جنب هاي الأجوبة مالتكم؟ يوقفكم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة واحد واحد يحاسبكم. أنتم مقتنعين هاي الأجوبة، هاي التبريرات؟ خرافة ابن عمر ابن الخطاب وابن أبي قحافة وعائشة، هذه الزانية أكلت رؤوسكم، أكلت رؤوسكم، جعلتكم عميان، عميان ما تعرفون حتى شلون تجاوبون. يجابوا على أدلتنا؟ إيش مالكم تشردون؟ إيش بيكم؟ توارثتوا الغباء موارثة مع الأسف، موارثة توارثتوا الغباء. هذا محمد يجي يسب الإمام عليه السلام يقول عنه صنم، خسئت، هذا يبين على أنك ناصبي. شنو المشكلة يطول عمر الإمام عليه السلام؟ شنو المشكلة؟ مو عندكم الدجال طال عمره؟ مو عندكم الخضر عليه الصلاة والسلام عمره قبل أكثر من آلاف السنين؟ شنو المشكلة الإمام صلوات الله عليه الله سبحانه وتعالى يمد في عمره؟ الله أمد في عمر عدو من أعدائه الشيطان. تستغرب وتعتبر أن الإمام صلوات الله عليه أن الله يمد في عمره خرافة؟ ضحك على روحك، استهزئ بروحك، شوف مشانئكم. لا إله إلا الله. أحسنت علي. عندنا اتصال الأخ غريب من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم أخي محمد أبا سلطان، وسلامي على الأخ علي الإبراهيمي. عليكم السلام. الصلاة والسلام والتسليم، الله يعزكم، ألف الصلاة والسلام تسليم على سيد الخلق وآله الطيبين الطاهرين أجمعين، ولعنة الله على النواصب، ولعنة الله على الأنجاس من أولهم إلى آخرهم، ولعنة الله على أدام الشار ومن تبعه ومن تبعه ومن أيده ومن صلى ورائه ومن صلى وراء هذا التيس شيطان الحرمين. لننتهي من هؤلاء النواصب. المداخلة، أخ محمد أبا سلطان، يا ليتها توقفت عن ذكر الأذان، ولكنهم لم يلتزموا حتى بكلام الله جل جلاله. وجلهم أي الأغلبية من عندهم، وجلهم من أسمهم بالصحابة. طبعا هذه المتصلة حقيقة يعني سبحان الله، كأنما إنسان أطرش تقول له مثلا كلام كثير لكن ما أحب هذا ذكره. نعم. يعني كإنسان أطرش إلى أبعد الحدود، ما فهم لماذا تتصل ولماذا يعني حجة ضعيفة إلى أبعد الحدود، وكان حجة الأخ محمد أبو سلطان يعني في 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 صلب الموضوع وفي يعني في قلب الموضوع. المهم هذه فقط إليها خاطر تتعلم كيف تجادل الشيعة، أنه بصراحة نلاحظ لا أتكلم معها ولا مع أمثالها.
والصحابة، فجلهم من هذول من أسمائهم بالصحابة، فنزلت بهم آيات منها، يعني آيات كثيرة، لكن يعني منها أن يقر ويعظم وينصر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أن يقر ويعظم وينصر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نكرر الذي في أذانه صمم. هؤلاء الصحابة كانوا يصلون وراءه، وحين يرون لهوا وتجارة يتركون سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قائما يصلي ويذهبون لهن. اسمع يا محمود ماذا قالوا الصحابة على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأوا لمعان السنان، أي حينما اشتد القتال. بعد أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين وجنود، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. من ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني هم لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وآخرين، ويستأذنون فريقا منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هؤلاء من؟ هؤلاء الصحابة يا أخوني يا عثمان حبيبي اسمع، هؤلاء كانوا الصحابة الذين كلهم صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستأذنون فريقا منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وفي آية أخرى يريدون ذات الشوكة. تعرف شنو ذات الشوكة؟ يعني البعير، ما يريدون يعني مرسيدس من الغنام، ما يريدون مثل ما نقول يعني ثوبين حش السامع نعل نعلين، لا لا لا، أعطونا مرسيدس ذات الشوكة. هؤلاء كانوا الصحابة الذي أنت تتكلم عليهم يا عثمان. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يا عثمان هذول أيضا الصحابة عاهدوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يولوا الأدبار، تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقط مع الإمام علي وأربعة خمسة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وفروا وولوا الأدبار، وأولهم عمركم التيس الذي صعد على الجبل. هذه يا عثمان هذه كلها لم تقرأها من القرآن، وأتيت وتهجم على الأخ محمد أبا سلطان وتقول له لماذا أنت في هذا الشهر لا تتكلم على الصحابة صحابة الرسول، أنت اذهب وقرأ القرآن. ومن ثم تعال وجادل الشيعة يا عثمان. نقول لذلك الذي يأمن بالشاب يؤمن بالشاب الأمرد ذو نعل من ذهب، وتناسى الآية الشريفة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. على من هذه الآية تنزل؟ وما كنا معذبين حتى على من تنزل؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول توفاه الله، استشهد من قبل عائشة ووضعت له السم، وأبا عمر أبا بكر اللعين وعمر النجس. زين الآية الشريفة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني احنا ننتظر ذاك الذي يبعثه الله لنا من بعد، يأتي إليكم أيها النواصب الأنجاس ويفرشكم كما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، طهروا الجزيرة العربية من الأنجاس من الرس من أمثالكم. شكرا لك أخي غريب، بارك الله فيكم، حياكم الله. عندنا اتصال آخر من الأخت أم شيماء من تونس. السلام عليكم. هلو. السلام عليكم، تفضلي أم شيماء. شكرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعدائهم، لا سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة التي كتب عنوان الحلقة الله أكبر عائشة في النار، أتمنى ذلك. وأقول وحفصة نعم. هذا بالأكيد، لأنها هي التي أعادت القول، أي ما حدثها السر الذي حدثته لها عائشة الذي حدثها بها الرسول إليها وأصرها، لكنها حدثته إلى عائشة، وعائشة طبعا هي التي قررت أن تقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أثر فينا كثيرا كما تقول أمي، وأصبحت تبكي عليهم، خاصة ما جرى لموسى الكاظم، وأنا أحزن كثيرا لما حدث إليهم من هارون الرشيد. حقا لعنه الله، لعنهم الله جميعا كل من عاداهم واعتدى عليهم. وأشكر هذه القناة لأنها نبهتني إلى ما قاله الله تعالى في القرآن الحكيم،
قال الله تعالى وأتم الصوم إلى الليل. منذ سمعت هذه منذ نبهني إلى هذه الآية الشيخ الحبيب وأنا في هذا الشهر طيلة 50 سنة لم أعرف هذا، كنت دائما أفطر إلى الوقت الذي يفطرون عليه في تونس هنا، والسماء ما زالت مضيئة والشمس في كبد السماء، وأشعر بالأسف للتوانسة بكل، أشعر حقا لهذا لأنهم لم ينتبهوا إلى هذا الأمر الذي نبههم إليه الأئمة عليهم السلام كلهم. وأتمنى أن ينظروا إلى هذه القناة حقا، إنها تنبه فينا وتحيي فينا كل ما جاء من أجله الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم هو الذي أتانا به، ولكن عمر هذا الكلب عفوا هؤلاء الكلاب الخونة الذين زوروا كل شيء كل شيء، خاصة الصوم نحن نفطر هنا والسماء مضيء، ما هذا يا إلهي؟ حقا 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 أشكر الشيخ الحبيب لأنه نبهني إلى هذا، أصبحت أصوم ربع ساعة بعد إفطارهم. وأشكركم كثيرا، وأمي تدعو لكم بالنجاح والتوفيق لهذه القناة ولكم خاصة أحمد الموسوي والسيد الشيخ الحبيب وأنت وعبد الله الخليف ولكن وعلي أو لا أعرف اسمه. شكرا لكم خاصة وأمي تبكي له عليهم كثيرا الأئمة وتأمل أن يعجل الله فرج الإمام المهدي حتى إن شاء الله تصبح الأمة على نسق واحد، اللهم آمين. ويفطرون خاصة في رمضان يفطرون في نفس الوقت إن شاء الله. وشكرا لكم جزيل الشكر وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أختنا أم شيماء، وسلامنا إلى الوالدة الكريمة جزاها الله خير الجزاء. جزاكم الله أختنا، ونحن إن شاء الله ندعو لها أيضا وندعو لكم بإذن الله تعالى، ونسأله أن يوفقكم لكل خير وأن ينتصر بكم لدينه. وهنيئا لكل من تشيع ومن عرف هذا الطريق الحق، طريق محمد وآله الطاهرين، ومن بكى عليهم وعلى مصائبهم، هنيئا لكم. عندنا اتصال. نعم، الأخ أبو محمد من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرد على هذا المسخ هذا أبو محمد من الرياض. نعم. في نفس قضية الإمام المهدي، ما أقول له أي حديث متواتر من أحاديثه، فقط أقول له رواية واحدة عن ابن حزم الأندلسي وهو السباب للشيعة، والله قال كلام لم يقل علماء الشيعة، قال من أنكر المهدي فقد كفر. نعم. والله كفر من أنكر المهدي. هاي مسألة. مسألة ثانية، إذا هي المسألة مسألة عمر وطول العمر، هذا الإشكال على الله. نعم. لأنه من يطول العمر غير الله يطول العمر. نعم. إشكال على الله. الآية تقول في نبي الله يونس عليه السلام ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. من يبقى حي يبقى يونس، وأيضا يستلزم اللبث في البطن الحوت أن يبقى الحوت نفسه حي إلى يوم القيامة. نعم أحسنت. يجب أن يبقى، ولا إذا مات الحوت تفسخ وخرج يونس، إذن لا يتحقق اللبث تمام لولا. نعم. فهذا الرد على هذا المسخ أبو محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أبو محمد من أسوان، السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل على محمد. السلام ورحمه الله. اللهم صل على محمد. نعم تفضلوا. انا داخل في استذكر اتباع عمر بن الخطاب اشبه باتباع عباده الصنم ايام الجاهليه، لانهم يدعونه بدون عقل. لان حضرتك ذكرت انه يقول كانت على عهد رسول الله وانا انهي عنهما، يعني هو يامر نفسه نصاب أو مقام النبي، وهذا مخالف عقلا وعلما وكل شيء. وأنا أحب أذكر من كتاب برضه السيرة النبوية لابن هشام حقيق محمد سيد الجزء الرابع من كتابة الرحاب ضرب الأتراك في الجامع الأزهر، لا يدل على أن عمر بن الخطاب أحب أن يضيف في كتاب الله. فالرواية طويلة هنا أنا أذكر منها
فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المأذون قام فأسمع له بما هو أهل له، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم اليوم ومقالة قد قدر لي أن أقولها، ولا أدري أنها في يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليأخذ بها حيث انتهى بي رحلته، ومن خشي أن لا يعيها فلا يحل لأحد أن يكذب عليه. إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها وعلمناها وعيناها، ورجم رسول الله وجمنا بعده. فأخشى أن أضال بالناس الزمن أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله يدل بترك فريضة أنزلها الله، وأن الرجم في كتاب الله. هذا يكذب على رسول الله، ويكذب في القرآن، ويزيد في القرآن، ويحذف آيات من القرآن، ويحذف من نص الأذان، ويزيد في القرآن. هذا بأي عقل تتبعونه؟ بأي عقل تتبع عمر بن الخطاب عليه لعنة الله؟ وهذا هو يقوله وفي صحاح، في صحاحنا، في السيرة النبوية، وهذا في السيرة النبوية، ويذكر هذا الكلام، واحنا نردد ونردد بدون عقل. نعم، أحسنت أخي أبو محمد، الله يبارك فيكم. طبعا هنالك كما قلنا، أن هل تعلمون يا أخوان أن الأذان، فصول الأذان عند أهل الخلاف بأربعة روايات عندهم، أو بأربعة اختلافات أو صفات، مختلفون حتى في فصول الأذان كما قلنا قبل قليل، وهذا ما يعترف به أهل الخلاف أنفسهم. فهذا ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الصفحة 112 يقول: اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة، إحداها تثنية التكبير أو تثنية التكبير فيه، وتربيع الشهادتين، وباقية مثنى، وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره. واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع، يعني وهو أن يثني الشهادتين أولا خفيا ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت. هذه صفة من صفات الأذان عندهم، تثنية التكبير، بمعنى أن الله أكبر حين البداية يقولها مرتان فقط، الله أكبر الله أكبر، لا أربع مرات كما نحن عليه، أو كما عليه الآن مشهور يعني الأمر بين العلماء بين المسلمين أنه أربع مرات. وتربيع الشهادتين، تربيع الشهادتين بمعنى أن يقولوها أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله يقولوها أربع مرات، مرتان إخفاة ومرتان جهرة. الصفة الثانية من الأذان أذان المكيين، وبه قال الشافعي: وهو تربيع التكبير، أي أربع مرات الأول، تربيع التكبير الأول، والشهادتين، وتثنية باقي الأذان، بمعنى أن يقول أن تربيع التكبير أي الله أكبر أربع مرات، والشهادتين أربع مرات أيضا، وتثنية باقي الأذان، أي حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه تقال مرتان، وهذا أذان المكين كما قلنا، وبه قال الشافعي. الصفة الثالثة أذان الكوفيين، وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان، وبه قال أبو حنيفة، وهذا الذي نحن عليه الشيعة أيضا. الصفة الرابعة أذان البصريين، وهو تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين، وحي على الصلاة، وحي على الفلاح، يعني ثلاث مرات يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث مرات، وحي على الصلاة ثلاث مرات، وحي على الفلاح ثلاث مرات، ويبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى حي على الفلاح، ثم يعيد كذلك مرة ثانية، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم يعيد مرة ثانية هكذا. وبه قال الحسن البصري وابن سيرين. يقول هذا ابن رشد، يقول: والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع
فرق اختلاف فرق اختلاف الآثار في ذلك. يقول أن السبب في هذا الاختلاف فرق الاختلاف أو اختلاف الآثار في ذلك، واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم، وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة، والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك، وكذلك الكوفيون والبصريون، ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله. أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز فروي من طرق صحاح عن أبي محذورة وعبد الله بن زيد الأنصاري الذين هم رووا صفة الصلاة المكذوبة، وتربيعه أيضا مروي عن أبي محذورة من طرق أخر وعن عبد الله بن زيد. فإذا هنالك اختلاف عندهم، مع أن عبد الله بن زيد الذي روى هذه الرواية المكذوبة في صفة الصلاة الذي رواها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، تارة يقولها بالتربيع تربيع التكبير، وتارة يقولها بالتثنية. فإذا أيها أصح وأيها صحيحة يا أهل الخلاف؟ تجدون هذا الاختلاف لماذا؟ لأنهم عدلوا عن العترة الأطهار وذهبوا إلى هؤلاء، إلى مالك، إلى عمر بن الخطاب، إلى أبي حنيفة ومن أشبه. عندنا اتصال. نعم، الأخ جمال من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل أخي جمال، اسمعني فقط من الهاتف رجاء يا أخ جمال، لأن هنالك تأخير بالصوت في التلفزيون. يا أخي أنا حبيت بس أستفسر منكم. نعم، من الهاتف أنا بتكلم مو في التلفزيون. نعم نعم، أنت تسمعني من التلفزيون، لذلك هنالك تأخير في الصوت. نعم تفضل. على أي حال يا حبيبي، أنتوا أنا بس أفهم، يعني أنتوا كل أدلتكم وكل أحاديثكم من أهل الخلاف على قولكم، أنتم في عندكم علماءكم في أدلة وفي أحاديث عن الرسول ولا عن اللي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ما في عندكم تثبت الكلام هذا؟ وإيش تنقموا على عمر؟ نحن لا ننقم إلا ما نقم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الأطهار. عمر بن الخطاب يا أخ جمال بنفسه يعترف كما جاء في الطبري، يعترف أن ثلاث كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا محرمهن ومعاقب عليهن، متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل. فإذا عمر هو الذي حذف هذا الأمر من الأذان أو هذا الفصل من الأذان، فما الذي ننقمه؟ ننقمه لماذا زور ولماذا حذف هذا الأمر من الأذان؟ تفضل جمال. في عندكم دليل طيب من علمائكم؟ أنت ماذا تقول؟ نحن بطبيعة الحال طبعا لا، عندنا هذا الأمر مروي، ولكن هل هذا يلزمكم؟ لا يلزمكم بشيء، لأنكم لا تعترفون بالعترة ولا تعترفون بما جاء في كتبنا، ولكن نحن نخاصمكم بما يلزمنا. نحن نخاصمكم ونلزمكم بما جاء في كتبكم. يا جمال يا جمال، نحن نلزمكم بما جاء في كتبكم، فهل عندك رد على ذلك؟ ليه ما تلزمنا من عندكم من علمائكم من أدلتكم من سبحان الله؟ هل أنت تأخذ بما جاء عندنا؟ هل أن إذا شوف يا أخ جمال، أنتم لا تأخذون عن أهل البيت أي شيء. أقول لك كيف يا أخ جمال، هذا الذي يرويه الحاكم النيسابوري في مستدركه أن الإمام الحسن عليه السلام برواية عن سفيان بن الليل قال: لما كان من الحسن بن علي عليه السلام ما كان قدمت عليه. اسمع، ها حديث ماذا؟ حديث موقوف. هذا حديث صحيح خرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه. فإذا كنت الآن تتعلل أن هذا حديث موقوف ولا تأخذ به
وهو مروي عن الإمام الحسن عليه السلام يكذب رواية عبد الله بن زيد في صفة الأذان. إذا كنت لا تأخذ بهذا وهو مروي في كتبكم، فهل سوف تأخذ بما جاء في كتبنا؟ بطبيعة الحال لن تأخذ به، وستتعلل أنه ليس مروي وأنه مكذوب وأنه لا حجة به علينا. فهل إذا جاء في كتبك لا تأخذ وتقول عنه موقوف؟ يا أخ جمال، بالعقل والعقل، بالمنطق بالمنطق، أنتم لا تأخذون عن العترة شيء وإن ادعيتم أنكم تحبونه. هنا رواية أخرى يا أخ جمال، أزيدك، اسمع يا جمال، اسمع يا جمال، هذا ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو شيخ البخاري الذي الآن أنت ذكرته، يروي رواية صحيحة. اسمع يا جمال الرواية، هذا ابن أبي شيبة شيخ بخاريك هذا الذي أنت تذكره يروي هذه الرواية في مصنفه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر. عن جعفر، من هو هذا جعفر؟ عن جعفر الصادق عليه السلام، عن أبيه. من هو أبوه؟ محمد الباقر. يقول عن أبيه ومسلم بن أبي مريم أن علي بن حسين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم، كان يقول أو كان يؤذن فإذا بلغ حي على الفلاح قال حي على خير العمل، ويقول هو الأذان الأول، بمعنى أن هذا الأذان حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيه حي على خير العمل. هذه صحاحكم وهذه مصنفاتكم، تروي ذلك وأنتم لا تأخذون بها. تريد أن نأتي إليك برواياتنا المروية في كتبنا عن الأئمة الأطهار وعن أصحابهم رضوان الله تعالى عليهم وتأخذ بها؟ هذا بعيد المنال. أنت فقط تريد أن تهرج وتأتي لا عندك شيء، فقط تريد أن ليس عندك دليل، وإلا هذا لا أحد يقول بذلك في المناظرات، لا أحد يأتي ويستدل بكتبه على كتب الغير، وهذا أمر معروف، يعني لا حاجة لأن نخوض فيه ونطيل. فإذا ما جاء في كتبكم عن الأئمة الأطهار لم تأخذوا به. وهذا أزيدك أيضا أمر آخر، الشوكاني في كتابه نيل الأوطار للشوكاني حينما أتى برواية المزعومة لعبد الله بن زيد يقول والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل، وقد ذهبت العترة إلى إثباته، وأنه بعد قول المؤذن حي على الفلاح قالوا يقول مرتين حي على خير العمل، فأين أنتم من أهل البيت عليهم السلام؟ نعم، من معنا؟ نعم، إسلام علي من البحيرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياكم الله. ممكن نسأل فضيلة الشيخ سؤال؟ نعم، لكن نحن هنا لسنا بشيوخ، نحن فقط مقدمون و. أسأل المقدم. نعم. الشيخ مقدم. نعم تفضل. يقول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نعم إسلام علي، نحن هذا. فزوجات النبي. نعم. إسلام إسلام علي. إسلام علي. إسلام علي. نحن اليوم نطرح حول فصل الأذان حي على خير العمل. العمل تمام. موضوع كيف كانت صيغة الأذان؟ نعم. كيف كانت صيغة الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. كيف كان يؤذن بلال؟ نعم أنت قل، نحن أوردنا كل هذا الآن. أنت تقول حلقة. أنا أسألك سؤال، هل كان بلال رضي الله عنه يؤذن؟ أجب على ما أوردناه. يعني أنت صار تريد أنا أسألك. أنا أسألك الآن، صار لنا ساعة ونصف تقريبا ونحن نورد الأحد. اقرأ علي ما هي الرواية. اسمعني يا شيخ، اسمعني يا شيخ، الله يخليك. اسمع يا إسلام، اسمع يا إسلام، اسمع يا إسلام، يا إسلام اسمع، يا إسلام اسمع، اسمع. روى المتقي الهندي في كنز الأموال في سنن الأقوال والأفعال الجزء الثامن صفحة 342 عن بلال، كان بلال يؤذن بالصبح فيقول حي على خير العمل،
وقد روي أو أورد ذلك البيهقي في السنن الكبرى أنه كان ابن عمر يؤذن في الصلاة ويقول حي على خير العمل. الكبرى؟ أين هذه في السنن الكبرى؟ السنن الكبرى الجزء الأول الصفحة 424. ممكن تخرجها للمشاهدين على الشاشة؟ نعم هذه. أنا هذه رقم الرواية شوف. رقم الرواية 1920. أنا إسلام يا إسلام علي. شكرا للأخ إسلام علي. يا إسلام علي التهريج ليس هكذا. هل باستطاعتك أن تخرج إلينا؟ بإمكانك الذهاب والبحث عنها بالإنترنت. هل هذا هو أنت الآن تعتقد أنك حججتنا بهذا الشيء؟ هذا يدل على سخف العقول. أنت ومحمود وغيرك يعني بالله عليك تريدنا عن كل رواية أن نخرجها لك؟ لا 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 نريد أن نفعل هذا الشيء. بإمكانك أن تتتبع رواية رواية على ما أوردناه والإنترنت يمك واللابتوبات الآن متوفرة عند كل أحد. بإمكانك بضغطة زر أن تكتب ما رواه وتظهر لك المصادر. هذه حيلة العاجزين. إلى متى وأنتم بهذا الشكل وبهذه الصورة؟ ساعة ونصف الآن ونحن نورد لكم الروايات تلو الروايات ومن ثم تأتي إلي قال الله تعالى النبي أولى من النبي أولى من المؤمنين من المؤمنين من إيه يعني بالله عليك الآن نحن نتحدث عن حي على خير العمل وحذف عمر بن الخطاب لعنه الله لهذا الفصل تأتي إلي إلى موضوع آخر لا علاقة له ولا صلة بهذا الأمر النبي أولى من المؤمنين أو شنو الآية أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأمهاته أزواجهم وأزواجه أمهاتهم بهدلون يعني بالله وأزواجه أمهاتهم بالله عليك هل وردنا أوردنا هذا اليوم حديثا عن هذا الأمر سبحان الله تأتي إلي يعني نحن نتحدث في الشرق وهم في الغرب نحن في الشمال وهم في الجنوب يعني هذا حينما يسمعوك الآخرون ويسمعوك المتصلون والعفوان والمشاهدون يقول هذا ماذا يتحدث عن ماذا لابد أن تتحدث عما أوردناه ساعة الأخ يتحدث روايات تلو الروايات في كتبكم ومن ثم تأتي إلي هل باستطاعتك أن تخرج هذه الرواية في على الهواء يعني الآن يوعزك أن تبحث عنها تفضل نعم أخي إسلام الظاهر هو يقصد مثل قصد الأخ محمود أنه نجيب الكتب هنا إذا جبنا الكتب هنا راح ما نطلع ما نقدر نطلع بالشاشة يعني نسوي هنا بالمنصة كلها هاي الشغلة النقطة الثانية بعدين البحث والورقة البحثية بهذا الزمان هكذا أصبحت ورقة تأتي بالمصادر تأتي بالروايات رقم الجزء رقم الصفحة رقم الرواية تذكرها لكي يطمئن المشاهد الكريم أنه موجودة في هذا الكتاب فعلا حتى إذا أراد أن يتأكد تذكره المصدر ثم هو يرجع ويقرأها هاي المتعارف عليه اليوم هاي المعروفة وموجودة أكثر من رواية يعني ما سألت نفسك أنه إحنا نطلع على الهواء مباشرة وممكن نجازف في هاي المجازفة نجيب روايات ما موجودة بكتبكم لا يا أخي لا مستحيل مستحيل الروايات موجودة علماؤكم قالوا بها ابن باز نفسه يقول عن أنها بدعة ويعترف أن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه وابن عمر كان يقول بحي على خير العمل إذن عليك أن تجيب إما والعياذ بالله أهل البيت نعوذ بالله وابن عمر وهو كذلك طبعا بس إحنا نريد نلزمكم مبتدعين وإما أنه لا هذه من الآذان كما روي عن بلال في المتقي الهندي أنه كان يقول حي على خير العمل وبالتالي بإمكانك أو يجب عليك أن تقولها في الآذان هذا الذي نريده منكم يا أهل الخلاف اتبعوا آل محمد هم نجاتكم أحسنت عندنا اتصال أخ محمد شريف من نعم انقطع أبو حمزة من مصر السلام عليكم السلام عليكم أخ محمد أخ علي حياكم السلام الله اللهم صل على محمد وآل محمد أقول يا أخ محمد وأخ علي إن المخالفين أي شيء يعملوه آل بيت رسول الله يحب يخالفوه أي شيء كان صحيح يحب يخالفوه الأذان أذان آل البيت هو أذان صحيح لكن هم لازم يخالفوا لأن بتوع بدعة حاقدين على آل بيت رسول الله يعني أنا لما كنت على المذهب البكري الضلالي الستينات كان يصلي ثلاث القنوت كل فجر هم لغوها عشان آل البيت
يعني بيصلوا صلاة القنوت. للأسف إن دول منافقين كذابين، يعني ما عندهم يعني إلا الحق على أهل البيت، مذهبهم باطل. صحيح. والله المفروض أنا راجل متشيع وعندي 65 سنة وحياتي لك في الدول ونعرف الحقيقة. والله يا أخ محمد، يا أخ علي، إن جميع كتبهم مش عايزين الإنسان اللي يتبول عليها. والله يحاسبني الله ويلعن الله في كل صلايا إن أنا لو منافق ربنا يلعني. والله أنا بتصل بكم ما عايز إلا رضا الله. ولو أهل البيت عندهم لو ما عندهمش حق، أنا والله ما بتصل ولا لعن نفسي. الله يلعني لو كنت منافق، لكن الحق مع أهل البيت وحق مع التشيع والإثنى عشر والإسلام اللي هو إسلام أهل بيت رسول الله. لكن هم أساءوا للرسول وأساءوا للإسلام، داعش والنصرة والمنافقين والكذابين. يعني لو اتكلمت هتكلم أيام البرنامج مش هيسيء. أنا جزم عدي منهم الكذب والضلال والنفاق والحقد على أهل بيت رسول الله. أي شيء يعملوه عايزين يخالفوه. مناقب أهل البيت خدوها العمر وأبو بكر لعنهم الله، وعائشة الكذابة. والله لو ربنا قال في 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 الغار و يعني لو قال الأثنين، والله انا ما كنت تبعت اهل البيت ابدا. لكن هو قال وانا مش عارف الايه بس اتلخبطت مني. لما ابو بكر قال ايه الغار قال هي إيه بس تفكر فاكرني يا استاذ علي ان موضوع ابو بكر ده في الغار، لأن موضوع الغار، لأن هو ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل سكينته فأنزل الله سكينته عليه. والله لو قال عليهما أنا ما كنت إلا قعدت على أهل السنة، لكن للأسف بطلت كل شيء. ولو عائشة ما طلعتش الإمام علي أنا ما كنت صدقت أي شيء. لكن تحس لي طلعت الفاجرة دي عندنا المرة في الصيف، لو طلعت على برا البيت بعد ما قلت سبب فاجر تاجر قال ما فيش، يعني عملت ارضاء الكبير ده وعلمت الناس ازاي تتعلم الاجتنابه. يعني ما فيش رجاله في الاسلام، لان منافقين كذابين. لعنكم الله يا كذابين يا منافقين، يا كل سنه وجماعه اخرتوا الاسلام، ضللتونا لاخر بيوتكم. علماءكم منافقين، حكامكم ظالمين، انتوا زي الانعاج. والله زي النعاج. احسنت اخي، ونكتفي بهذا القدر يا استاذ. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاك الله خير الجزاء اخونا ابو حمزه على هذه المداخله الطيبه والقيمه. عندنا اتصال الاخ عدي من كربلاء المقدسه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. احييك واحيي زميله فضيله الشيخ. الله يبارك فيكم. الله خير اخوك. اللهم ربي ارفع قدركم، جزاكم الله خير الجزاء على هذه البرامج القيمة إن شاء الله في ميزان حسناتكم. الله يخليك. طبعا أنتم جزاكم الله خير الجزاء، كفيت ووفيت وذكرت الروايات، لكن المتصل المصري هذا الذي يريد أن يسفل الموضوع على رأيه، لأن الوهابية هم دائما أعداء أهل البيت. أي جملة تنص على أن هناك ميزة لأهل البيت يحاولون أن يضعفونها، وهذا ديدنهم. نعم كما ذكرتم أيها السادة الأفاضل، نعم قد ورد أحاديث كثيرة في كتب السنة تثبت أن جملة حي على خير العمل كانت من ضمن الآذان. نعم. كانت مما يؤذن بها بلال كما ذكرتم، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا كان يؤذن بها عبد الله بن عمر نفسه كما أخرجه البويقي في السنن الكبرى بالسند الصحيح. نعم. في الجزء الأول صفحة 425. اسمعي الأخ المصري المتصل قبل قليل، يا من تقول تتحدث بحديث ليس له علاقة بالموضوع ثم تأتي بآية قرآنية تريد أن تفسر على هواك. نعم نحن لا ننكر أن عائشة أم المؤمنين، وهذا شيخكم الشافعي في الجزء الخامس صفحة 141 يقول عن عائشة زوج النبي ليست بأم المؤمنين، وهي أم المؤمنين فقط من ناحية التحريم. نعم. ولا هو الموضوع ليس له علاقة بأم المؤمنين، لكن أنا يا شيخ الفاضل مما أثار حفيظتي المتصل برقم البعير الذي اتصل من مملكة الرمال والجهل المتعفن من السعودية. نعم. الذي تطاول على الإمام المهدي، بودي أن أرد عليه جزاك الله خير الجزاء إذا تسمح لي. يعني عندنا اتصال أخير، يعني باختصار جدا إذا بالإمكان، لأن هنالك اتصال. يعني أقول له باختصار جديد، أنتم تؤمنون أنتم أيها الوهابية تؤمنون بحياة الدجال. نعم. والجساسة وأن عيسى حي في السماء، وأغلب علماءكم يؤمنون بحياة الخضر، وكل الروايات تقول إن نوح عاش بين قومه أكثر من 3000 عام.
وهذه جميع أعمار أعجازية بيد الله، فلماذا حين نقول بحياة المهدي هو قياسا بحياة هؤلاء أقل عمرا تهرجون علينا؟ نعم أحسنت أخي عدي من كربلاء مقدسة. عندنا اتصال أخير من أخ محمد شريف من الجزائر. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. والله والله عجبا في أمر المسلمين. نعم. بشتى مللهم، بشتى مللهم، بسنتهم وشيعتهم. نعم. بكل ما أتوا من ضعف في العصر هذا الحجري اللي رانا فيه. نعم. الله أكبر. قام عائشة في النار، هل أنتم أرباب تعلمون أن عائشة في النار؟ نعم. هل أنتم تعلمون الغيب؟ اتقوا الله في أنفسكم. كاين ناس ضعفاء أنفس، كاين أنتم خليوا الحوار هذا على مستوى ضيق بين الشيعة والسنة، بين العلماء، ماشي بين كل من هب ودب، والناس ضعفاء أنفس والناس الحديث العهد بالإسلام. نشوف عائشة في النار. ألا تتقون الله؟ أتقوا الله، خافوا الله في هذا رمضان، لستم أرباب لا تعلمون الغيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم يقل أحد أننا نحن أرباب، ولكن عندنا عقل وعندنا روايات وعندنا أحاديث تبين لنا مآل هؤلاء المنافقون، ومن ضمنهم عائشة الحميراء التي نزل فيها قرآن، نزل فيها سورة التحريم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فمن هذا يتبين لنا أنها لم تتب، والذي لم يتب مآله إلى النار، هذا بغض النظر عما أجرمته بما فعلته في حربها على أمير المؤمنين علي عليه السلام وسفكها إلى دماء المسلمين بهذه الطريقة وغيرها من الأمور التي افتعلتها، رضاع الكبير وغسل الجنابة، تعليم الرجال غسل الجنابة والوضوء. بغض النظر عن كل ذلك، لو تمسكنا فقط بالقرآن وهي سورة التحريم لكفانا أن نحكم عليها أنها في النار، كما حكمنا على غيرها من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول أو كأبي لهب، أبي جهل وهلم جرة. عندك كلمة أخيرة علي؟ نعم، فقط للأخوة البكرية هداهم الله، عليكم أن تتبعوا أهل البيت صلوات الله عليهم، لأن الثابت عنهم فقههم، فتاويهم خاصة تختلف عن فتاوى علمائكم، وأنهم صلوات الله عليهم كانوا يؤذنون بحي على خير العمل، فعليكم أن تتبعوا آل محمد صلوات الله عليهم، وإلا فإن قلتم بدعة فإنكم هنا تبينون أنكم نواصب، بل وأنكم إن قلتم عن أنها بدعة تبينون أن عبد الله بن عمر مبتدع، وتسقط هنا عدالة الصحابة. فعليكم أن تحلوا هذه الإشكالات، أو أن تتنازلوا عما ذهبتم إليه أو ذهب إليه علماؤكم، وأن ترجعوا إلى آل محمد صلوات الله عليه. صلوات الله عليهم. أحسنتم علي، بارك الله فيكم. نشكر السادة المتصلين جميعا والسادة المشاهدين، ونلتقي وإياهم إن شاء الله يوم غد بإذن الله تعالى في حلقة جديدة وموضوع جديد. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.